مرحبا، ايش رايكم اوديكم للماضي الجميل؟ في هالمكان المميز عودة الماضي راح نشوف ثقافات اهل عمان وبيئاتهم المختلفة. تغطية رائعة جدا. الشنطه البوتش مالهم شنطه حط فيها اغراض الرجال وحطها فوق. يا سلام، استخدم من بورد ورقه حيزه. يلا غمد غمد بخير. هذا يا اخبارك؟ والله كلهم طيبين يا حي. نورتنا يا حيزه. تسلم. مضبوط بالي جبالي. جماعة يلعبون عنبر هني. اي والله يا اخوي لا يصمنا احنا. كيف طريق؟ لا طريقتهم غير، طقة بحلقة. يا ساتر يا ساتر، متحلف فيه ابد. اوكي اوكي، تعرفون هاللعبة يا جماعة؟ والله انه حماس. شو اسمها؟ صبار. 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 تمر هندي. عارف الصبار؟ عشان هذا صبار تمر الهندي. أنا مو بس ما أكله من قبل تمر هندي أنا، عشان كذي. عشان كذي. ما أعرف حتى تمر الهندي ما يالي جربته. باربيكيو. حامض هذا. يزين أبا حامض حلو. العقم مكس يعني. هو أصلاً. العقم. تمر الهندي حامض. ايوه. فتكسره انت بالسكر عشان يديك حامض وحلو. حامض وحلو. لذيذ هذا. سمعت الاغنيه اللي تقول حامض حلو؟ ايه. كيف شفته؟ والله لذيذ. لذيذ واجد. بس متعب. يقلب المشاعر عندك من حامض للحلو. المحليه. شو اسمها؟ خلص يا ولد، من مشيت وياه وانا ضايع مو فاهم شو قلت لي. تلحس تستوك شنو يعني هذه؟ تلحس تشقط. تلحس تشقط؟ ايه هذه نوعيه من العلكه المحليه. يبا قول العلكه وفك انها تلحس تستوك طق طق. شنو ما اعرف هذه؟ تشنج ينقخ. هذا تلحس تشتق؟ هذا اللي هو مستكي هذا ولا شنو؟ لا هذا 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 علكه. علك؟ ايه. نكهته شنو؟ ما في نكهه، بس تحرك حلجك وبس. يخرجوه من نوع من الاشجار. اه والرتنج اللي هو الماده الحليبيه اللي تطلع من الشجره. ايوه 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 ايوه. في هي نفس الماده نفس اللبان. سويدان يا عم عربي كلهم دوم انا ما اعرف قصص. انا المفروض اكون تراثي عندكم. لازم ياخذون الا قصص بسيطة. تقريبا في اشياء متشابهة بين كل البيئات. انا راح احبك على فضله. ما نبغي نفطر، نبغي السلامه يا حي وسهلا. شرفتونا. عند الشوخ يا مرحبا. حي وسهلا. عادي مسموح. اموركم طيب. اخوان عريس ولدي. نعم منا الشيخ مفلح. يا حياك الله. الله يبقيك. الله يبقيك يا رب. ما شاء الله.
مفلح سمين. لا الله يا هلا هلا ورق والله ونعم. كنا ما نطلع الا من تحته حتى القبيل كل هو اذا هو تحرك تحركت حرك خلاص كل تحركوا معاه ما شاء الله قعد كنا معاه ماشي. اليوم صراحه مرتب شعره اليوم يا سلام يا سلام قاعد المشط من الهند يعني طلبنا المشط من الهند من الهند من الهند خصيفة عشان يشط شعره بس اليوم الشيخ اكيد مو اي مشط يتمشط فيه نعم اكيد انا لازم خليه يتميز لكل شيء والظهر ولده وارث منه الشعر ولا ولي العهد مبروك 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 الله يهنيك يقولون الثالثة الثالثة والرابعة كل يوم نفس الحال ماشي وبعدين آخر الليل أنا بروحي يا ساتر ضايق الضيم الولد انا اعرفك دوت والناس يعرفونك دوت بس انت عرفهم بنفسك معك محمد الكثيري نعم يا مرحبا وسهلا ونتشرف فيك طال عمرك ونورت في دار تسلم حلك انت وربك يا حياكم الله ونتشرف باي حد يوصل عندنا هنا يا حي وسهلا الشمس تسلم الله شاعرنا المميز بعد الله يحفظك سعيد بشوفتك انا اليوم طول عمرك ما عليك زود يا معادي اكيد ان شاء الله الله يحفظك ما عليك زود الله يطول عمرك تسلم 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 كيف حالك اسال عنك من الصبح سلامتك الله عرفتنا في البيئة البدوية نورت ما لا داعي هالكلام احنا ما نبي رحلك قهوي الغنم هناك تباح يعني واحد ولا اثنتين خمس دبايح عشت كرمك الله واغناك يستاهل يستاهل خمس يستاهل يستاهل ويده يعني وايد وايد مدحولي المطعم اقوى فرايز تاكلونه ممكن هني في عودة الماضي لهم فروع كثيرة موجودين هني الودود عليكم السلام ورحمة الله ودود ياكل منهم بس الحين متروس خلاص المعدة سلام على كاسي تاتول منو هذا محمد القلوبي نعم يا ساتر بدور عمر سالم الله يحفظ العايشين والله يرحم الميتين لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله